نواصل معكم الجزيرة هذا الصباح مشاهدينا، وكما ذكرنا التقنيات الذكية لها حصة وافرة في حلقة اليوم. هذه التقنيات هي التي تجعل الحياة أكثر يسرا وانسيابية، ويسعى أهل المدن الأكثر تطورا إلى تبني تلك التقنيات وتطويعها خدمة للإنسان. فيما يلي نظرة على نماذج من هذه التقنيات التي صارت جزءا من حياة الناس في المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا. نعرفكم على المواقف الذكية. فسكان المدن الكبيرة في كندا مثلا يواجهون صعوبة كبيرة في العثور على موقف سيارات فارغ، لذا درجت المدينة في عادة لها أن جهزت هذا الأسفل تحته بأجهزة استشعار داخل مواقف السيارات. هذه الأجهزة توضح لقائد السيارة عدد المواقف الشاغرة ومواقعها. أيضا تقنية لها علاقة بإدارة النفايات في كوريا الجنوبية. من المعلوم أن المدن الكبيرة تعني كثافة سكانية كبيرة ونفايات أكبر. من أجل ذلك كانت الحلول الذكية لإدارة النفايات في كوريا الجنوبية على سبيل المثال قدمت جانبا من الحلول في أكثر من طريقة، منها صناديق ضغط لنفايات تعمل بالطاقة الشمسية وأجهزة استشعار مستوى التعبئة بالموجات فوق الصوتية وغير ذلك. أيضا عين على المستقبل تكون من خلال الإنارة الذكية، تقنية للإنارة الذكية تأتينا هذه المرة من هولندا. لا شيء أجمل من مناظر الإنارة التي تزين الشوارع ومدينة لاهاي الهولندية التي تعتبر وجهة سياحية مهمة. أدرجت نظام إضاءة ذكي باستطاعته التحكم في درجة سطوع الإنارة تلقائيا بالاستناد إلى الوجود البشري. وأحدثكم أيضا عن تقنية النقل الذكي من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. هناك تلك المدينة لا تعتمد على السيارات فقط في التنقل، يوجد دراجاتها الهوائية، وقد طورت وسائل ذكية لتيسير هذه الخدمة مثل توفير شاشات ذكية لمراقبة بيانات الدراجات. إذن البيانات هي كلمة السر، البيج داتا ومعالجة هذه البيانات من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي. صحيح، وهذا حالي. حديثنا في هذا اليوم مع الروبوتات التي يعني لم تسقط طوال الحلقة. إضافة إلى ضيفنا بالبيانات، إذن هي شريان الحياة. نتحدث أكثر مع دكتور سفيان عبار الباحث وكبير المهندسين في معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة. ويسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور. يعني نتحدث عن، أنا جنبي ضيف كمان يعني يتحدث معنا، سنتحدث عن ما بيسكت، صح، نتحدث عنه أكثر بعد قليل. لكن قبل ذلك دعنا نعرف أو نقول ما هو المقصود بالبيانات الكبيرة، البيج داتا. نعم ممتاز. البيانات الضخمة. شكرا جزيلا على الدعوة في هذه الصباح. فالبيانات الضخمة هو مصطلح في الحقيقة يطرح أو نقوله في البيانات التي تأتينا بكميات كبيرة جدا، والتي يستعصي أو يصعب التعامل معها بتقنيات الحوسبة التقليدية مثل الحاسب، مثل الحاسوب الشخصي أو اللابتوب. لماذا؟ لأنه تعطينا تحديات في التخزين، وكذلك تعطينا تحديات في معالجة هذه البيانات الضخمة. هناك ممكن ميزات تميز هذه البيانات الضخمة، لعل أبرزها هو الفوليوم أو الحجم، حجم كبير جدا، نتكلم على تيرا بايت أو بيتا بايت. هناك كذلك الفيلوسيتي أو تسارع أو سرعة كبر الحجم لهذه البيانات، مثل البيانات التي تأتينا من المواقع التواصل الاجتماعي. فيها الفرايتي، بيانات متنوعة، ممكن تكون صور، ممكن تكون روبوتات، ممكن تكون نصوص، إلى آخره من الميزات الثانية. طيب البيج داتا حاضرة وموجودة بشكل كبير، يعني حتى على مستوى إنشاء طريق أو أوتوستراد سريع يجب الاعتماد على الكثير من الداتا، وهذا ما يفرق بين منطقة أو بين بلد وآخر بالاعتماد على الداتا الموجودة وتحليل هذه الداتا لتأكيد إذا كان يعني شكل الطريق وكيفية إنشائه. إنما في مكان آخر، يعني لو ابتعدنا عن الشأن الذي له علاقة بالمجتمع ككل على المستوى الشخصي، البعض لديه تخوف على خصوصيته فيما يتعلق بالداتا. نعم صحيح، هو المشكل مع مشكل الخصوصية والبيانات الشخصية الذي برز مؤخرا خاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ومجموعة من الفضائح التي ارتبطت بها، أتى في الحقيقة لأن الشركات اكتشفت أن هذه الداتا وهذه البيانات تمثل البترول الجديد. فالجميع الحين يجري من أجل تجميع أكبر عدد ممكن من البيانات وأكبر كم ممكن. الآن هل نحن بصدد تخويف المواطنين أو المشاهدين فيما يخص حياتهم الشخصية؟ أعتقد أن لن نبالغ لو قلنا أنه كثير من الشركات تستغل هذه البيانات لأغراض
ممكن نقول انها غير قانونيه، مثلا استعمال بيانات من اجل التاثير على الراي العام، من اجل التاثير على مسار الانتخابات في بعض الدول، من اجل التاثير هذا كان نموذج يعني هي تبسيطي. فكره الانتخابات كانت الاكثر انتشارا صحيح هي كانت الاكثر انتشارا، ونعتقد انه كانت في الحقيقه كانت فرصه جميله حتى نوعي او ننمي الوعي لدى الاشخاص عن خطوره البيانات وعن امكانيه استعمالها في بعض مسالك الحياه التي لا نتوقعها دائما. الان هذا الكلام عن الحياه الشخصيه والبيانات يسمح في الحقيقه للمجتمع المدني في الدول المتطوره خاصه ان تضغط على الحكومات من اجل ان تقوم بسن قوانين تحمي بيانات الافراد. طيب هذا الشيء هو عبارة عن فقمة، لكن هذا الشيء هو أكيد روبوت. بعض الناس يخافون، لكن هل حبيته؟ لا ما عم يسكت، شوفوا أنت أمه لأنه ما سكت من أول الحلقة. هل خوف الناس أكثر مما ينبغي؟ يعني خايفين زيادة عن اللزوم؟ نعم، أعتقد فيه نوع من الخوف مبالغ فيه أو غير منطقي، وفي الغالب يأتي هذا الخوف من أفلام الساي فاي التي نشاهدها في التلفاز، من أن الروبوتات حتى تقضي على الوجود البشري إلى آخره. ولكن هذه نماذج رائعة جدا، مثلا من جامعة قطر من كلية الهندسة، أن يقومون باستعمال هذه الروبوتات من أجل مساعدة الأطفال الذين عندهم بعض أعراض أو بعض الأمراض. طيب فيما يتعلق بالبيج داتا أيضا، يعني الغلبة ستكون في المستقبل، أنت حدثت هي النفط أو البترول الجديد، حتى يعني في المصطلحات العلمية يقال بأن هذا منجم داتا. الغلبة ستكون لمن لديه القدرة على خزن هذه البيانات وإعادة استرجاع هذه البيانات، صح؟ صحيح هذا صحيح جدا. وفي الحقيقة لو نذهب ونشاهد ترتيب الشركات الأكثر تصنيفا والأعلى تصنيفا في الولايات المتحدة، معظمها تشتغل أساسا باستغلال بيانات المواطنين أو المستخدمين. نذكر على سبيل المثال جوجل وفيسبوك ونتفليكس، يعني ترتيبهم تقريبا أو عائدتهم تفوق مئات المليارات دولارات. ما يقول لنا أو ما يشير إلى أهمية هذه البيانات، لأن المعركة القادمة ستكون معركة بيانات وتجميع بيانات واستغلالها. طيب ماذا عن المدن الذكية؟ يعني هل نتكلم عن مدن ذكية جديدة، أم أن مدننا الحالية يمكن أن تتعلم الذكاء؟ أنا أعتقد أنه فيه نوعين من المدن الذكية. فيه مثلا لو نبني مدينة من الصفر، ممكن أن ندخل في الديزاين تبع المدينة أو البناء الأهداف أو أهداف المدن الذكية على أساس الذكاء، على أساس الذكاء بالضبط. وهذا ما حدث مثلا هنا في قطر مع مدينة مشيرب أو مع مدينة لوسيل، بنيناها من الصفر، فwe made sure أنه كل كانت المدينة مدينة تكون ذكية. نعم، ولكن لو نشاهد مثلا المدن الأوروبية القديمة ليست أقل ذكاء، وهي مدن كانت بنيت، ممكن نذكر باريس، ممكن نذكر روما، ممكن نذكر بعض المدن الأمريكية مثل سان فرانسيسكو، أين قمنا بإدخال الذكاء في مدينة كانت موجودة من قبل، فهذا ممكن كذلك. طيب أنا حاسس كل الحلقة روبوتات ما بتسكت، صراع روبوتات داخل صراع روبوتات داخل الحلقة، بيسكت واحد يتكلم الروبوت الآخر. أهمية الذكاء الاصطناعي في عالم البيج داتا، لماذا عندما يكون لدينا بيج داتا نحتاج إلى ذكاء اصطناعي؟ وهل يمكن أن نستفيد من البيج داتا بغير ذكاء اصطناعي؟ نعم، في الحقيقة هذا سؤال ونبسطها شوي للمشاهدين ولإلنا كمان. ممتاز هذا سؤال رائع جدا. ففي الحقيقة بغير البيج داتا ما كنا حنتكلم على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو تقريبا تقنية قديمة ظهرت في الستينات، ولكنها لم تنتشر بشكل واسع لأنه ما كانش عندنا بيج داتا. بيج داتا أتى في العشر سنوات الأخيرة، أصبحت بيانات متاحة، فأصبح بإمكاننا نحن كباحثين في الخوارزميات وفي الحوسبة من برامج تعتمد على البيج داتا من أجل أن تفهم، من أجل أن تحدد الأنماط. فالمثال البسيط الذي أعطيه دائما هو حتى نعلم روبوت التفريق بين مثلا قط وطائر، نحتاج أن نعطيه أكثر من 100,000 صورة للقطط وللطائر حتى يتمكن من التفريق بينهم، في حين أن الإنسان يحتاج فقط صورة أو صورتين. فنعم فيه ذكاء اصطناعي، الذكاء الاصطناعي موجود فقط لأنه فيه بيج داتا، ولكن فيه كذلك هامش للتحسن حتى نقترب من ذكاء اصطناعي يحاكي الذكاء البشري. دكتور سفيان، هل تعلم أن لدينا هنا أينشتاين روبوت يستطيع التكلم، ونستطيع أن نسأله How are you? I am doing well. My computers are fully functional and my servos are operating with peak efficiency. So you know, I can't complain. Take a walk. ترى إن كان سيسير بأقدامه. نحاول يعني، وهو فعلا يشبه أينشتاين، هو ربما المسافة فقط على صوت. Take a walk. Tell me a joke. This one might save your life one day. Why do you never trust Adam?
يعني هو بعيدا عن انه ايضا اينشتاين ينور ما يزعل، اهم شيء ما يزعل. طبعا شكرا لك دكتور سفيان عبار، الباحث وكبير المهندسين في معهد قطر لبحوث الحوسبه بجامعه حمد بن خليفه. يومك سعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا، يومكم اسعد. انا ساخذ هذا معي. يبدو الفخمه الروبوت عجبتك نور، كثير حبيتها، ليك ما بتسكت ما شاء الله عنها. من الحديث عن الروبوتات عن